الرياضه وازاي احاول اوصل بعزيمه واصرار لهدفي ما بين مدغشقر والكونغو. مدغشقر اللي كل الناس افتكرت انها تبقى حصلت المجموعه الثانيه وتصدرت المجموعه الثانيه وكسبت نيجيريا في دور المجموعات، بتصعد النهارده لدور الثمانيه في اول مشاركه ليها في تاريخها، في تاريخ كؤوس ودورات كاس الامم الافريقيه. على الجانب الاخر كونغو الديمقراطيه اللي كل الناس كانت شايفه ان هي حصلت المجموعه الاولى، المجموعه اللي كانت بتضم منتخب مصر وزيمبابوي ومنتخب اوغندا، بتكافح لغايه اخر ثانيه واخر دقيقه وكانت مغلوبه 2-1، بتسجل هدف التعادل في الدقيقه 90 وبعد كده بتخسر بركلات الجزاء الترجيحيه 4-2 بعد ما انتهى الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل بهدفين لكل فريق ما بين مدغشقر وما بين جمهوريه الكونغو. اللقاء التاني لسه خلصان من دقايق قليله جدا. الجزائر وحش البطوله حتى الان، بتكسب غينيا وبتفترس غينيا وبتفرم غينيا 3-0 عشان تصعد لدور التمانية بكل أريحية وبكل قوة عشان تقابل الفائز من مالي وكوت ديفوار. لقاءات دور التمانية حتى الآن اتحددت نيجيريا وجنوب أفريقيا بعد ما نيجيريا كسبت الكاميرون امبارح وجنوب أفريقيا كسبت مصر امبارح، السنغال وبنين بعد ما السنغال كسبت أوغندا وبنين تخطت المغرب في مفاجأة كبيرة جدا. يتبقى اللي هيلاقي الجزائر بكرة ما بين مالي وكوت ديفوار واللي هيلاقي مدغشقر من مباراة تونس وغانا.